هو الواد كما كتشوفوه هذا هو هو التنسيف تحت الواد جينا باش نصوروا لكم واد تنسيفت بلاصه جديده الواد ديال تنسيفت. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه، اشتركوا في القناه ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كاب. واش يدير ابوني واش يبارطاجي. نتمنى البارطاج ديالكم، نتمنى يعجبكم الواد. ماشي سهل غادي نبارطاجي معكم بلاصه فاش كاين الجره، هذيك البلاصه من الفوق غتبان لكم. ها هي نصور لكم من هذيك البلاصه شتي، ها هي وغادي نصور لكم هذه البلاصه كلها. واد تنسيفت هنا سكوتي، هذا هو واد سكوتي، وهذه البلاصه خوتي كلها واد. عندكم هذه البلاصه كلها واد تلهي من تما، زيد 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 تل هنا. واد بحال ديال واد درا في الصحراء المغربيه، الطريق ديال الزاك الطريق ديال المحبس. ايوا حاليا كتوجدوا في القنطره ديال واد سوس، عفوا القنطره ديال تنسيفت. هاد القنطره ماشي سهله، القنطره كبيره. واد هو هذا، نتمنى امطار غزيره تكون بالنفع، ونتمنى ان شاء الله نحاولوا نشاركوا معكم شي حاجه جديده. كنا كننتظروا هذا الواد يكون حامل بزاف يشد هذه المساحه كلها، ولكن الواد داز البارح في الليل. البارح ما جيناش، لو كان جينا البارح غادي تشوف الواد خيال. هذه البلاصه فيها الغيز، ما يمكنش تقرب للواد. كتسمعوا الصوت ديال الواد؟ ها هو هاد البلاصة. نتمنى ان شاء الله يكون خير. ايوا هاد البلاصة زوينة، هادي هي القنطرة ديال تنسيفت مراكش ما بعيدش. غادي نغادروا ليه واحد شوية، هاد البلاصة زوينة. وغادي نكتشف لكم الواد، الواد من هنا. السلامة السلامة السلامة، شوف اخوتي شوف الواد بالصحة ديالو. شتي اخوتي اول واد السلامة 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 يا ربي السلامة. هو التنسيفت هو هذا، وداخل تحت القنطرة، وهاد البلاصة كلها كان فيها الواد البارح. هاد البلاصة كانت عامرة بالفيضان البارح، ولكن اليوم بقى فيه غير هادشي. وهاد الشوية ما تحقرو، الشوية راه خاطئ. نحاولوا ننزلوا الى قدرنا ننزلوا حدا الواد تما، الى قدرنا، ما قدرناش ماشي مشكل. ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هذا الشيء كنتمناو. كما كتشوفوا الواد ها هو، يلا نديروا الزوم كاع حنا. ها هو الواد، ها هو شتيه، ها كيجاكم. شوف هذا ربما الحاسي، شوف شوف الاخوان، شوف اوه
السلام 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 السلام. هذا الواد ماشي سهل واقف، واد صعيب. غادي نحاولوا نبحثوا على الطريق ننزلوا نصوروا لكم الواد، واخا الوقت ما غاديش تكفينا ولكن المهم هو نصوروا دابا حيت وصلنا هنا. دارو خصنا ننزلوا هاد الواد حيت البطل كيبقى البطل والمغامر كيبقى المغامر. علاش نجي حتى لهنا وما نقدرش نوصل للواد هنا؟ خصني ننزل نصور لكم هاد البلاصه غندير لكم التقديم هنا، ولكن ماشي في هاد الفيديو، فيديو الاخر حيت كل فيديو نديرو فيه 9 دقائق 8 دقائق شوف تبارك الله شوف هذا هو واد تنسيفت. هذا الواد كيجي من إوريكا، جاب الفيضان شوف اش بغيتو باقي درنا حنا المجهود شاركنا معكم هذا الفيضان شوف هنا القنطرة، هذه هي القنطرة ديال تنسيفت مراكش من هنا مناطق بلاصة فاش الطريق ديال مراكش من هنا ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم اخوتي كما كتشوفوا بزاف غادي كيصور لكم هاد الواد ايوا نتمنى ان شاء الله يكون خير. هادشي زوين بزاف، هاد البلاصة فيها الشتاء هنا نقي شوية، ملي داس الشتاء هنا نقي قدرة غادي ننزل لكم هنا غادي نغامرو على حسب الى ما كان الغيز ربما ما كان الغيز حيت بزاف يقدر يزلق، الى شاء الله زلق بزاف يزلق يكون في الغيز. الى قدرنا ننزلو راه غادي ننزلو، ما قدرناش مره اخرى وراه غادي نحاول نصور لكم هذيك البلاصه حيت هنا فيه الفار كاين الفلاح ايوا الواد كما كتشوفوه هذا هو واد تنسيفت. هاد الواد كيجي من امريكا تبارك الله شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شوف السرعه ديال اخوتي شوف السرعه ديالو شوف 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 السرعه ديالو شوف يا ربي السلامه يا ربي السلامه واد خيال واد ماشي سهل شوف شوف يا ربي السلامه ايوا نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي، نتمنى هذا الفيديو ديال الفيضان يعجبكم. كنتواجدوا حدا مراكش تنسيفت ايوا الحمد لله والشكر لله ملي وصلنا في الوقت لقينا هاد الخير باقي كاين حيت بعد الويدان في الطريق ما كاينش فيهم الماء ما فيهمش الفيضان. هذا هو اللي جاب الفيضان وهاد الواد دار البوز وقررنا باش نشاركوا معكم هاد الواد اللي رائع جدا. تبارك الله اخوتي على هاد الواد اللي جاب الفيضان البارح داز الفيضان هنا بقوه